بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم حبوباتي، ان شاء الله تكونوا كام بخير بصحة جيدة ومهني ان شاء الله. جاتكم اليوم فيديو جديد ان شاء الله راح ينال اعجابكم وتستفادوا منه ولو حاجة بسيطة. كما راكم تشوفوا في الفيديو تاع اليوم راح نديروا وصفات مختلفة طيلة الاسبوع ان شاء الله، تشوفوا افكار مختلفة باش تديروا عشاء ولا غدا بوصفات مختلفة متنوعة ان شاء الله راح تستفادوا منها. قبل ما نبداو في الفيديو تاع اليوم نتمنى تشتركوا معايا بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وما تنساوش دير لي جيم لا فيديو لاني محتاجه بزاف دعمكم ولي جيم تاعكم. وبالنسبه للمشتركاتي نقول لهم شكرا جزيلا على التعليقات والمشاهدات، وهيا نبداو بسم الله على بركه الله مع بعض في الفيديو تاع اليوم. اول وصفه راح نبداو بها كما راكم تشوفوا في الفيديو راح نديروا وصفه ارز مع البغوشه تاع الدجاج وعا صلصه مرافقه. اول حاجه نبدا بها راح نتبل الدجاج تاعي، يعني بعد اللي كنت نظفته وقطعته كان في الكونجيلاتور، راح ندير لكم الفيديو ان شاء الله. هنايا درت فص تاع ثوم، درت كميه قليله، درت فص تاع ثوم، درت نصف حبه ليمونه عصرتها ضفتها مع ذاك الثوم، وضفت شويه تاع الملح وشويه تاع طماطم مصبره، درت شويه تاع فلفل الكحل وشويه تاع الزعتر. اذا ما عندكمش الزعتر تقدروا ديروا شويه تاع دبشه. هنايا ضفت شويه تاع زيت الزيتون، يمكن تعوضوه بزيت نباتيه عادي. نخلط المكونات كامل مع بعض، ومن بعد راح نجيب الدجاج تاعي بعد اللي جبدته راه دي كونجلا قطعته مرسوات دايرته سبيسيال لي بغوشيت. نفرغ هذيك الخلطه اللي كنا وجدناها مع بعض ونخلط كلش في الكيس هذاك وخليهم اكوتي حتى السكالوب تاعنا الدجاج تاعنا يشرب مليح هذيك الصلصه. وهنايا كيما تشوفوا راح نوجد الارز المرافق. هنايا عندي في مقله درت في طاوه ولا في مقله درت شويه تاع زيت الزيتون، اضفت له البصله والارز تاعي راح نستخدم ارز بسمتي. درت كاس خليته في الماء، غسلته مليح في الماء. وهنايا الزيت تاعي كيما شفتوا ضفت له حبه تاع بصل تكون صغيره لاني درت فقط كميه صغيره. وبعد نضيفه ورقه عرند وعود تاع قرفه وشويه ثلاث حبات تاع هيل، يعني ديروا شي اللي متوفر عندكم. اذا كان ماشي متوفر ماشي مشكل، يمكن تستغناو ديروا غير عود تاع قرفه وشويه تاع شي اللي متوفر. نقليو مكونات كامل مع بعض، ومن بعد نضيفوا هذاك الارز البسمتي بعد اللي غسلته مليح. نقليه واحد مده دقيقتين في هذاك الزيت وهذوك البهارات. من بعد راح نضيف له زوج كيسان تاع الماء، لاني درت كاس تاع ارز بزوج كيسان تاع ماء، الماء بطبيعه الحال يكون سخون. من بعد نضيف الملح وشويه تاع فلفل الكحل هذا ما كان، ونخليو الارز تاعنا على نار قاويه بالبزاف، نار عاليه، نخليه حتى يغلي مليح. بعد اللي غلي راح يشكل لنا هذه الفقاعات، بعد اللي شكلنا هذه الفقاعات يعني الماء يكون شرب كما راكم تشوفوا هذا في هذه اللحظه. تلقصوا للنار، ديروه نار هاديه وتغطيوه وتخليوه واحد من ربع ساعه حتى ل 20 دقيقه على حساب الارز البسمتي تاعك. انا قاعد لي ربع ساعه نحيته. هنايا كما كنت تشوفوا راه طاب لي، درت له رشه تاع اذا كان عندكم زعفران ديروا رشه تاع زعفران من الفوق فقط، واذا ما كانش عندكم زعفران انا درت الكركم، درت رشه تاع كركم وغطيته خليته مده دقيقه. من بعد نحيه ونحركه راح يجيني حبه بحبه وملون، حبه بيضاء وحبه صفراء. هنا راح نجهزوا مع بعض ان شاء الله الصلصه المرافقه مع الارز، يديروها بزاف السعوديين. نسيت الاسم تاعها، اللي تعرف الاسم تاعها تحطوا لي، صح الاسم تاعها شويه غريب. فيها فلفل حار، فيها شويه تاع فلفل حار في ميكسور، درت شويه تاع فلفل حار ودرت حبه طماطيش، فص تاع ثوم وشويه تاع دبشه وعصره تاع نصف ليمونه. اذا كان ما عندكمش الليمون ديروا عوضوه بالخل، ملعقه كبيره تاع خل. وضفت نصف ملعقه ولا ربع ملعقه تاع طماطم مصبره، شويه تاع فلفل كحل وشويه تاع كمون، رشه فقط تاع كمون. وبعد درت زوج ملاعق كبار تاع زيت الزيتون ونميكسيو كلش مع بعض.
ومن بعد نفرغوه. تقدروا تغليوه واحد دقيقة فوق النار، ولا تحطوه مباشرة، راح يعطي واحد النكهة مليحة ترافقيه مع الأرز مع المشويات، يعني يجي ما شاء الله. كما هنا تشوفوا الأرز تاعنا راه جا حبة حبة، يجي ما شاء الله ويجي متلون، نص حب شوية حبة صفراء وحبة بيضاء. هنايا راح نطلعوا اللي بغوشة تاعنا كما تشوفوا، جبت العيدان تاع الشواء وجبت السكالوب تاعي بعد اللي شرب مليح هذيك الصلصه، وجبت البصل والفلفل والطماطم قطعتهم مكعبات، ونبدا نطلع البغوشه تاعي كما راكم تشوفوا في لا فيديو. على هنا اللي البغوشه تاعي وجدتهم، راح نطيبهم. اذا كانت عندكم هاد الشوايات شويوهم، سينو ديروهم في ديروهم فوق الطاجين، ولا ديروهم في المقله عادي جدا، طيبوهم وين بغيتو. كما تقدروا ايضا ديروهم في الفرن. على هنايا الوصفه تاعنا الاولى راهي واجده، نحطها في راح نديروا لها بريزونطاسيون تاع البلا تاعنا. هنايا بلا هذو راح نديرهم لي بلا فرديين، يعني كل واحد يدي يعني تقديم فردي. هنايا حطيت شويه تاع الرز وهذيك الصلصه المرافقه مع البغوشات، حطيت ايضا شويه تاع جوج شويه تاع الفخوي كما تحبوا. الان نمرو باش نحضروا الوصفه الثانيه. كما تشوفوا عباره عن لي زومبرغر مع لي فريت. نبداو بسم الله. هنايا عندي كميه تاع الفيون داشي على حساب افراد العائله، درت له شويه تاع ملح شويه تاع فلفل الكحل وخلطهم مع بعض، بعد شكلت كريات وراح نطيبهم في شويه تاع الزيت، نحمرهم من كلتا الجهتين. وهنايا جبت لي ليجيم، جبت طماطم بصل سالاد فيغت، وجبت هذوك لي كورنيشون خيار مخلل، نقطعهم على شكل دوائر كما راكم تشوفوا في لا فيديو. هيا بعد اللي وجدت الخضره تاعي، نبدا نطلع لي زومبرغ تاعي. كما تشوفوا جبت خبز جاهز، ان شاء الله راح نحط لكم الوصفه تاع الخبز في صندوق الوصف ان شاء الله، درتو في قناتي الاولى. نبدا نحط كميه من المايونيز، ومن بعد شويه تاع هريسه اختياريه، انا هنا زوج درت فيهم وواحده ما درتش فيها. بعد نحطوا السلطه، بعد نحطوا البصل الطماطم كما راكم تشوفوا في الفيديو، نزدفوهم. حاولوا انكم تديروا بهالطريقه اللي نديري فيها انايا، ما ديروش كل واحد وحده هكذا باش ليه تخلصوا. ودرت لي كورنيشو كما تشوفوا، قصيتهم بشكل طولي، راح يخليوا لي زومبورغ تاعكم خفاف بالبزاف. ومن بعد نجيبوا الفيون داشي بعد اللي طاب نحطوه، بعد نحطوا توستينات فخوماج تاع لي ساندويتش تاع لي زومبورغ سبيسيال، نحطوهم. بعد نحطوا الشابو تاع لي زومبورغ تاعنا. انا لازم البرغر دائما نسخنهم في شويه، نشويهم باش الخبز تاعهم يولي مقرمش. لا بغيتو تخليوه هكذاك، يعني كامل يخليهم هكذاك، انا نزيد هذه العفسه نشويهم شويه في هذيك الشويه، راح الخبز تاع الهمبرغر راح يولي يتقرمش يولي خفيف. هنايا راح نمر باش نجهز سلطه دي فروي، درتها في العيدان تاع الشواء كما كنتو تشوفوا، تجي بشكل جميل وهكذا نذوقوا جميع الفواكه المتوفره. درت البنان التفاح والشينا، وستفتهم في العودة تاع الشواء كما راكم تشوفوا في لا فيديو. وهنايا عندي هذا البريزونطاسيون تاع الصلصه، شريتها من اكسيون، شريتها بسوم رخيصه 50 سنتيم ولا رخيصه بالبزاف. نقدم فيها الصلصات كما تشوفوا، الكاتشوب المايونيز اي صلصه عندكم، صراحه جميله بالبزاف. هنايا نبداو البريزونطاسيون تاع البلا تاعنا. جبت الهمبرغر تاعي بعد اللي شويته كما راكم تشوفوا، حمرته شويه، ولي فخيت قدمته مع لي فخيت. هنايا في البلا تاعي حطيت هذوك لي سوبانا الورق المطبخ، يعني باش نحافظ على النظافه تاع البلا تاعي، ما يشربليش الزيت تاع لي فخيت والهمبرغر. وهنايا حطيت هذاك البروجيت
بغوشات تاع لي فخوي، وحطيت جوي هاد القريعات ايضا كنت شريتهم من اكسيون. كما تشوفوا هذا هو البلا تاعنا جاهز، ساهل ماهر، تحضريه في دقيقه ومشبع، ويعني فيه شويه تاع الفخوي، فيه شويه تاع اللحم، شويه تاع الخضره. فوالا، الان ايضا راح نمرو باش نوجدو البلا تخوازيام كما تشوفوا في لا فيديو. اول حاجه نبدا بها راح نحضر لا سوب اللي انا دائما نديرها وبنينه بالبزاف. اليوم مش راح نديرها لكم بلا كريم فريش، راح نديرها لكم بالفرماج، سهلت عليكم. ما تشوفوا درت كورجيت، درت بصل، درت بطاطا، ودرت يعني ديروا خضره المتوفره عندكم. ومن بعد درت الدبشه ودرت هذاك الشبت هذاك، يعني اختياري، ما كان عندكم ماشي متوفر ما ديروش، تقدروا بالنسبه للخضر ديروا يعني الخضره المتوفره عندكم، الشيء المتوفر عندكم ديروه. درت شويه تاع ملح وشويه تاع فلفل كحل، ودرت غير شويه تاع الماء، ما تكثروش الماء، حطيتها فوق النار. هنايا راح نحضر ايضا دجاج مشوي. هنا كما كتشوفوا البلا تاعي درت فيه البابي كويسون لتحت، يعني باش نحافظ على البلا تاعي. فوالا، حطيت كميه من الخضر، طماطم، بصل، فلفل، وشويه تاع زيتون، قطعتهم بهاش كما كتشوفوا. ومن بعد ستفت الدجاج تاعي، لي بينو تاع الدجاج. هنايا بالنسبه لي زيبيس درت شويه تاع دبشه، شويه تاع فلفل احمر، شويه تاع ملح، شويه تاع كمون، شويه تاع كركم، وشويه تاع راس الحانوت. ضفت لهم شويه تاع زيت الزيتون وشويه تاع الماء كما راكم تشوفوا. ومن بعد راح نخلط الصلصه تاعي، بعدها نفرخها فوق الدجاج تاعي، وندخل نغطي البلات تاعي تاع الفرن وندخله للفرن. اذا ما عندكمش متوفر عندكم هذاك البلا، هادي ديروا البابي كويسون من الفوق وزيدوا بابي الومنيوم ودخلوه للفرن درجه 200 220، وخليوه يطيب حتى يتحمر ياخذ لون ذهبي وتذبل لنا هذيك الخضره. هنا البلا تاعي راح نرافقه مع صلصه، مع سلطه خفيفه ظريفه كما تشوفوا، سلطه فيرت مع شويه تاع لي زونيو تاع البصل، شويه تاع طوماط سوغيز، وشويه تاع بيطراف اللي كنت طيبته وخبيته، حتى كلش في الثلاجة، يعني وجد كامل كلش موجداته، فقط نحط في الطبسي ونوجد لاصالة تاعي. ضفت شوية تاع زيت الزيتون وشوية تاع لافينيغريت، إذا كانت لافينيغريت غير متوفرة يمكن تضيفوا شوية تاع عصير ليمون أو شوية تاع الخل مع شوية تاع مايونيز، وتكون السلسة تاعنا واجدة. هنايا لاسوب تاعنا راهي، الخضره تاعنا راهي طابت، نحيتها. راح نميكسي الخضره تاعي. قبل ما نميكسيها درت شويه تاع فرماج كما تشوفوا، فرماج عادي مثلثات، اي فرماج متوفر عندكم في المنزل ديروه. هنايا درت فرماج، ديروا زوج حبات، ثلاثه اربعه على حساب الكميه اللي درتو تاع لاسوب. انا درت كميه قليله، درت زوج حبات فرماج فقط، وتميكسيو كلش. لا شفتو لاسوب ودرت شويه تاع زبده، نص ملعقه كبيره تاع زبده. اذا شدتوا لاسوب تاعكم خفيفه، عاودوا رجعوها للنار تغلي شويه. واذا جاتكم لاسوب تاعكم عاقده بزاف، ضيفوا لها شويه تاع حليب، ضيفوا لها شويه تاع حليب، وتكون جاهزه، تجي ما شاء الله تجي هايله. جربوها، ما كنتش راح تندموا عليها، وصحيه وراح يحبوها الاطفال تاعكم. الدجاج تاعنا راه جبدناه من الفرن، راه طايب كما تشوفوا، خذا اللون جميل، وهذيك الصلصه تجي بنينه، تجي ما شاء الله. الان راح نبداو لو بريزونطاسيون تاع البلا تاعنا كما تشوفوا. في الطبسيه درت هذيك لاصوص تاع لي بينو تاع الدجاج، حطيتها هي الاولى. ومن بعد حطيت شاكان يدي دو مورسون تاع لي بينو تاع الدجاج، حطيت زوج لكل واحد، وحطيت لاسوب تاعي زينتها بشويه تاع الشبت او شويه تاع الدبشه، شي متوفر عندكم. فوالا زينتها. وانايا عندي الحميس، يعني كنت حضرت كميه كبيره وحطيتها في الثلاجه، ديرتها في البواط وحطيتها في الثلاجه كما سبق ليا وقلت لكم في لا فيديو كيفاش ديروا. لا فيديو اللي فات درت لها شويه تاع زيت الزيتون وقدمتها في هذو الطويجينات الصغار. وهنايا راح ايضا نحط شويه تاع السلطه اللي كنت وجدتها معكم من قبل، نديرها في هذا الصحن هذا. وشويه تاع مطلوع ايضا اللي كنت درتو من قبل ومخبيته في الكوجيلاتور. ان شاء الله راح ندير لكم الوصفه تاع المطلوع، وندير لكم الوصفه تاع الكسره، كانوا بزاف بنات طلبوها مني
في القناه تاعي الاولى ان شاء الله راح نديرها هنا ولهيه ان شاء الله. هذا هو لبلتنا الثوازيام. الان راح نفوتو للوصفه الرابعه، كما تشوفوا عباره عن لي بات وشويه تاع لي بواسون باني. نبداو بسم الله، اولا على بركه الله نبداو بالصلصه. هنايا عندي في المقله حطيت شويه تاع زيت الزيتون وكميه قليله من لافيون داشي، نقليها شويه في مع الزيت هذاك، ومن بعد راح نضيفو لي زونيون البصل بعد اللي قطعته مرصوات صغار وشويه تاع فلفل خضر حلو، بغيتو ديرو شويه حار كيما بغيتو على حسب الرغبه، وندبلهم مع بعض حتى يدبلوا لي شويه. بعد راح نضيف الطماطم، انا هنايا ضفت 3 حبات صغار تاع طوماطيش بعد اللي قطعتهم مرصوات صغار ضفتهم، نخلي المكونات يذبلوا لي كامل مع بعض. بعد اللي يذبلوا لي المكونات راح نبدا ندير هنايا ضفت لي زيبيس لكن المقطع رحلي. هنا بالنسبه لي زيبيس درت شويه فلفل احمر شويه فلفل كحل الملح، درت نصف مكعب تاع مرق الخضر تاع الخضر، ودرت شويه تاع رشه تاع كمون، ودرت رشه تاع زنجبيل وشويه تاع كركم، ودرت تقريبا ملعقه كبيره تاع طماطم مصبره. خلط مليح المكونات مع بعض، وبعد ضفت مرقت بالماء سخون، ما تزودوش الماء سخون، خليتها تطيب في غرضها. بعد اللي قريب تطيب لي ضفت شويه تاع دبشه او شويه تاع شبت بعد اللي قطعتها طريفات صغار كما تشوفوا. نخليو لاصوص تاعنا على جنب. هنا لي بات تاعي راح نرافقهم ان شاء الله مع البواسون باني كما تشوفوا، وهذه الفيون داشي درتها للزوج تاعي لانه ما عنده حاجه في لي بواسون باني، نقليهم فقط. هذو البواسون باني نشريهم واجدين فقط نقليهم. الصلصة تاعنا راهي واجده راهي اكوتي. الان هنا راح نبدا بريزونطاسيون تاع البلا تاعنا. هنايا هاد السلاد فخوي اللي في الكيسان وهذه السلطه في الكؤوس راح نديرها في فيديو اخر لان الفيديو بزاف طويل، راح نديرها لكم ان شاء الله في الفيديو القادم. كما تشوفوا نبدا لا بريزونطاسيون تاع البلا تاعي. انا حطيت لي بواسون باني تاعي في هذاك البلا تاع الحطب، هسه احنا راح ندير فيه الصلصه تاعنا بعد اللي وجدت. واللي بات كنت غليتهم كيما شفتوا، غليت لي بات تاعي بعد اللي طابوا صفيتهم الماء ودرت لهم شويه تاع زبده ولا قدمتهم. بالنسبه لي بواسون باني نقدمهم مع عصير الليمون. على هذو هما لي بلا تاعنا نهار اليوم، هذا هو الفيديو تاعنا نهار اليوم، ان شاء الله يكون لاعجابكم. في الاخر ما ليغ نقول لكم تهلاو في رواحكم، ما تنساوش اذا عجبكم لا فيديو ديروا لي جيم لا فيديو، بارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء، واذا كنتم اول مره تشوفوا قناتي نتمنى تشتركوا معايا بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. هكذا كل ما نحط فيديو راح يوصلكم، فعلوا الجرس لانه راح يكون غل جديد ان شاء الله. نقول لكم تهلاو في رواحكم، اترككم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.